حيث بزاف ديال الاحزاب السياسيه وبعض الاشخاص اللي كيترشحوا في بعض الاحزاب السياسيه كيستناو حتى الانتخابات باش كيمشيو على المواطنين يتواصلوا مع المواطنين. حنا حزب دائما كنبغيو نديروا مجهودات باش نتواصلوا مع المواطنات والمواطنين، ودو حنا بعادين على الانتخابات باش حتى واحد ما يلومنا يقول لنا كاين شي انتخابات لا ما كاين والو. حنا كنجينا باش نعرفوا الوضعيه ديال المنطقه اولا، ثانيا نتواصلوا مع الساكنه، وثانيا ثالثا ايضا ما نكذبوش على راسنا نعرفوا حنا كحزب استقلال فين وصلنا. فنوصلنا على المستوى التنظيمي، فنوصلنا على المستوى التواصلي، فنوصلنا مع الناس اللي باقي كيأمنوا بحزب استقلال وباقي كيأمنوا بنا. دونك باش خرجنا شنو النتيجه اللي خرجنا من هاد من هاد من هاد من هاد الجوله؟ اولا الشعب كان في حاجه، كان في حاجه ديال واحد النوع التواصل وديال واحد النوع ديال النقاش اللي ما كانش هو في الغياب ديال الممثلين حقيقيين ديالهم على مستوى الوطني. فرحوا هادشي اللي حسنا، فرحوا بكثير وما غنعموش. طبعا كاين الناس اللي كيديروا المجهودات ديالهم، وكنشكر السيد العمده ديال القصر الكبير على الحضور ديالو، ولكن حسينا بلي ان كاين واحد النقص التواصل في الكلام اللي دارات في بعض الجولات. وفرحوا اللي شافوا الاخ الامين العام جا لعندهم شخصيا وكيتواصل معاهم شخصيا، والمستوى النقاش عالي وماشي مستوى ديال بعض الناس اللي كيستغلوا الشعبويه باش يوصلوا الافكار ديالهم. الاخ الامين العام كيجي كيهضر بالارقام بالتواضع بالافكار بالحلول، وان شاء الله غنعطيوها الكامله وغتسمعوها بيدكم ان شاء الله باذن الله. ايضا حسينا بلي ان كاين واحد النوع ديال حب للوطن من هاد الساكنه، وايضا من منتخبون اللي ماشي هما استقلاليين. سبحان الله، فيما مشينا لقينا واحد التجاوب كبير حتى من احزاب اخرى. غير منبر ايضا وبغيتكم تعاوني عليهم باش نشكرهم اللي هما رؤساء احزاب اخرين، رئيس ديال جامعه العروس اللي تعاون معنا، رئيس دابا اللي هو في البام، رئيس ديال الزواده اللي هو في الحركه الاولى الحاج سيمو، رئيس ديال المجلس البلدي ديال العريش اللي من الاحرار. حيت هاد الجوله ماشي جوله غير ديال ورئيس ديال الساحل بالعداله والتنميه، حتى هما راه تعاونوا معنا. باش تعرفوا الجوله كانت واحد الجوله وطنيه بعيد على المحاسبات السياسيه، وهادشي راه كنفتخروا به حيت الهدف ديالنا هو الوطن. وشنو بغينا لهذا الوطن جميعا؟ كيفاش جميعا نقدروا يكون نجيبوا الحلول ديالنا وكل واحد من المنبر اللي هو فيه؟ حيت اخر ساعه اللي كاملنا هو المصلحه ديال الساكنه والتنميه ديال البلاد. حنا كحزب استقلال كان عندنا واحد النقص في هذه المنطقه، حيت الانتخابات ديال 2016 كانت استثناء، بلا ما ندخل في التفاصيل، يتبع معايا في الجولات راه قلت ما يكفي. المهم حنا حزب استقلال ما كانش عندنا الممثل ديالنا في البرلمان، وفي هذا المنبر ايضا كنبغي نشكر رئيس الفريق على المجهودات الكبيره اللي دار، حيت هو اللي كان ممثل ديال البرلمان ديال هذه المنطقه. شكرا على هذوك الاساتذه البارح اللي وقع فيهم العنف امام البرلمان. حيت حنا في الاستقلال دائما كنطلبوا بكاع الفئات الفاعله في المغرب باش يكون حوار، دائما حوار وحوار وباقي حوار بعيدا عن العنف. بغيت ايضا باش نختم ونعطي طبعا كلمه، حيت كنتم كتنتظروا كلمه الامين العام ياك ولا لا؟ هايداك ما راحش تكون ساكتين، حنا اللي عيينا خمسه شتاء جمعات ماشي انتم عاد جيتوا. دونك بغيت نشكركم جميعا على الحضور ديالكم، وحسينا هادشي اللي فرحنا بان المواطن ديال المنطقه يمكن واحد جوج منهم خاصه الاخوان ديال جبل الملاعب سلام حيد ولد عمهم كان حاضر،
ولكن ضخم الساحل وفي الزواده وفي العرايش، لان كانوا مفتخرين في الشخص الاخ امين عام نزار بركه كمستوى سياسي لفهاد البلاد. وهادشي اللي بغينا حنا نطلعوا حنا المستوى السياسي اللي كان حنا كنفتخروا بك سيدي نزار. شتي اليوم كنت طريف ما طلعتش بزاف. حفظكم الله وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.